عسلام ريما. عسلام. شنو احوالك؟ لاباس الحمد لله. شنو احوال قفصة؟ لاباس. هيا بي، عملت رحلة؟ اي. وين مشيت؟ مشيت للتوزر. مشيت للتوزر؟ اليوم هذا؟ مرة الأخرى تو نحكيو على توزر. ساعة قبل كل شيء قدم لنا نفسك قبل ما نحكيو على توزر وعلى قفصة على برشا بلايص. أنا اسمي ريما وعمري 8 سنين. ونقرا سنة ثالث. وين تسكن؟ نسكن في قفص. وشنو لقبك ريما؟ شنو؟ مي. شنو المواد اللي تقراهم واللي تحبهم ويعجبوك؟ نقرا في مادة الحساب والإيقاظ العلمي واللغة. وأكثر مادة نحبها هي الإيقاظ العلمي. علاش تعجبك مادة الإيقاظ العلمي مايا؟ خاطر فيها برشا علوم، وزاد فيها البحث عن الحيوانات نادرة، وفيها برشا حاجات مفيدة، فيها حاجات تعلمك معلومات جديدة. تحب انت العلوم والمعارف والمعلومات. تتصور هذوك كيفاش باش يفيدوك نهار اخر في حياتك؟ كيفاش نجمو نستنفعوا منهم المعلومات هذوك في حياتنا نتاع كل يوم؟ معناتها انا مثل كي نشوف حيوان نعرف شنو اسمه وفصيلته شني ونوعه شسمه. و هاو ديجا فما قطوسه تمعوق. اي. وفما طاووس متعدي شو محلي. يا صوروا علولو صوروا. انت يظهروا لك الحيوانات معناها حاجه محليه تحبها؟ اي. علاش تحب الحيوانات ريما؟ خاطر هما وفيين للانسان وطيبين وسمحي. تربيت حيوانات انتي؟ شو الحيوانات اللي ربيتهم؟ ربيت تاتيس وكلاب. برشا؟ برشا كتاتيس؟ شو اسمه كتاتيسك؟ عندي واحد اسمها روكي. روكي؟ اي. قطوسة هذي اسمها روكي؟ لا. الكلاي بذية؟ لا. قطوس. قطوسة؟ اي. وجبت أنثى صغير اسمها توتي. توتي روكي. أيه. وتوتي مازالوا عندك في الدار هذا ما؟ ريما انت شنو تحب تولي نهار اخر بعد ما تكمل قرايتك؟ ما باش تكملها قرايتك ولا؟ اي نحب نولي بيطرية. بيطرية؟ وعلاش بيطرية؟ خدمة ممتازة هذيا. أيه. خاطرني نحب الحيوانات ونحب نساعدهم. تكشوشي تقرا العلم تاع الطب البيطري باش تنجم تداوي الحيوانات. اما وقت هذولي مش باش تداوي كان الكلاب والقطاط. شنو الحيوانات باش تداويهم؟ كيف الطاووس وال الحلاليف. حلاليف؟ اي احنا ما نربيوش الحلاليف. العلاليش والبقرات. أي. والحصان والمعزة. هاي جيت سميني شنو عليها. والعصافير. اي معناها العبيد اللي بدأ بربي عنده عصفور في الدار في القفص يمرض ولا يتعب يجيبه الكداوي. اي. كيفاش تتخيل حياتك نهار اخر ريما؟ تخيل حياتي سمحة. اي. وليت بيطارية ومش تعيش في قفصة ولا في بلاصة اخرى؟ لا نعود نعيش في كندا ونخدم في كندا. تحب تمشي كندا؟ عليه؟ تحبش تعيش في تونس ريما؟ لا. علاش كندا؟ خاطر كندا فيها الثلج ديما نولي نلعب بالثلج. انت تحب الثلج؟ هاو عنا عند رام فيها الثلج، هاو عند رام وتبرقع فيهم الثلج. ليه تمشي كندا كمان؟ نبي تمشي تقرا غادية؟ انت عندك شكون فيها كندا؟ ما عنديش. عندي كان خالتي في جيبس. جيبس مش كندا. بيه قولي قبل ما نمشي لكندا، انت شنو البلدان اللي تعرفهم في تونس؟ شنو المدن اللي مشيت لهم وتعرفهم في تونس؟ سوسة وجيبس والحمامات. والمهدية وتونس مرة مشيت لها.
وتوزر؟ اي مشيت لتوزر زيادة محلين برشا بلدان دوما اللي مشيت لهم منشي كيف وقتش تمشي لهم في العطلة؟ اي مع شكون تمشي؟ مع عائلتي. عندكم حاجات مميزين في قفصة أكلات متاع قفصة مميتك طيبهم مثلا شنو ما تحكي لي عليهم؟ كيف الكسكسي والبليب. طيب والبليبي في الدار؟ ملا جو؟ و العش و ال والملوخي. وانت شنو هي اكلتك المفضله؟ كسكسي. الكسكسي باش تحبوا باش طيبوه لك بالحم العلوش. بالحم العلوش يا لله. معليش يعجبك الكسكسي دونا على الاكلات الاخرين الكل؟ خاطر بالنسبه لي هو ابن اكله عندي. عندك الحق. بيه هاي نحكيوا على هواياتك. شنو الهوايات نتاعك ريما؟ انت شنو تحب في اوقات فراغك معناها الوقت اللي ما تبداش تقرا فيه وتراجع فيه شنو تعمل كيفاش تعدي الوقت؟ نرسم ونلون ونغني. نغني؟ ما حبيتش تغني لي. شنو تغني؟ نغني غنيات اللي نحبها. انا هي اكثر غنيه تحبها؟ غنية قطتي صغيرة. هاي نسمع قطتي صغيرة. نسمع غنية قطتي صغيرة صوت ريما. قطتي صغيرة اسمها نميرة شعرها طويل ذيلها قصير أبوها يغني وهي لك ظلي عندها المهارة كي تصيد فارة وتصطادها بالحق فارة. حلوة الأغنية. عاملة بلوج تقدم فيه حاجات. وين عملته ساعة؟ نعمله في الدار. ليه نقصد وين البلوج يشوفوه الناس؟ في الفيسبوك. الفيسبوك انت عملته ولا فما شكون عبد كبير عمل لك؟ شكون يعملوا البلوج؟ فكره شكون هو؟ فكره ماما. اي علاش جات الفكره باش تعملوا حاجه كيما هكا؟ علاش قالت لك نعملوا بلوج ماما؟ خاطر قلت لي دي حاجه سمح نجمي انت كي تقولها الاطفال اللي اصدقائك اللي تبوا فيك استفادوا منها برشا. بي شو اسمه البلوج نتاعك؟ اسمه اتعلم مع ريم. اتعلم مع ريم. بي وشنو تعمل فيه؟ شنو فيه محتوى؟ كيفاش تصنع معناتها شنو تقدم فيه؟ انت احكي لنا شوي. نقدم فيه نصائح ومعلومات وانا ديما نبحث على المعلومات والنصائح باش نقدمهم للاصدقاء باش هما يستفادوا. كيفاش تبحث عليهم؟ مين تبحث عليهم؟ نبحث عليهم الانترنت وساعات زادة انا نقول لهم لماما تولي ماما تعجبها فكرتي تعال تصورها. إيش نقولك شنو مثلا نوعية المعلومات اللي تقدمهم لأصدقائك باش يستفيدوا منها؟ مثلا احكي لي شنو الحاجات اللي ديجا حكيت عليهم وسجلتهم في البلوج؟ انت تصور دي فيديو تتكلم انت فيهم. احكي لي مثلا الفيديو اللي انت تكلمت فيهم شنو حكيت فيهم شنو تكلمت فيهم؟ حكيت فيهم على النصائح. نصائح تاع شنو؟ نصائح مثلا ننصحهم انهم متى ننصحهم يقروا القصص باش يستفادوا منها ويطلعوها وزاد نعمل لهم معلومات على الحيوانات وزاد البلدان واماكنها. شنو اخر بلاد حكيت عليها؟
البلدان اللي حكيت عليهم تونس وكندا وامريكا وسوريا فلسطين وبلدان اخرى برشا برشا. انت نهاري خلتي تكبر تحب تسافر، يعجبك السفر؟ اي شنو هو البلدان اللي داوي ان شاء الله تمشي لهم ريما؟ كندا وامريكا، وحب نمشي للاردن. تعرف عليهم حاجات البلدان هذوما؟ علاش اخترتهم هما مثلا من دون بقيه بلدان العالم تحب تمشي تزورهم؟ علاش مثلا الاردن؟ شنو تعرف عليها؟ الاردن نعرف عليها انها سمحه برشا و ناس قلوب فيها قلوبها طيبه وسمحه. فما شكون نحكي لك عليها؟ شكون نحكي لك عليها؟ بابا. وامريكا وكندا زادا بابا. وعلاش تحب تمشي لامريكا وكندا؟ خاطر نحب نمشي لكندا، خاطر فيها الثلج وزادة باش نخدم فيها، وامريكا باش نعمل فيها فيديوهات كي نكبر، نتجول فيها، نمشي لبلايص، نمشي لحدائق. كيفاش تظهر لك تونس؟ تونس سمحة ونظيفة وخضرة وهي بالنسبة لي أحسن بلاصة جيت لها. أنا نحكي على تونس الكل، على الجمهورية الكل، مش نحكي كان على تونس العاصمة. تظهر لك نظيفة البلاد دريمة؟ ما فماش تلوث؟ ما فما شوي قفصة نظيفة؟ ما يلوحوش العباد الأوساخ في الشارع؟ بالحق بهيس والله بي كي تظهر لك نظيفة. وبخلاف النظافة والأشجار والأعشاب والنباتات اللي فيها، كيفاش تظهر لك العيشة فيها والعباد كيف يظهروا لك الناس؟ الناس سمحة وطيبة وحب إن الناس ما عادش يلوحوا الفضلات في الطبيعة، باش خاطر الأشجار هي تعطينا الهواء النقي. كي لوحوا هم الفضلات فم ولي الهواء مشو نقي. شو الحاجات اللي تقول نبدلهم ولا نعملهم في تونس؟ تونس العاصمة ولا قفصة ولا تونس الكل اللي تحب البقعة اللي تظهر؟ في قفصة. في قفص نحب نبدل في قفصة ان ما عادش يلوحوش فضلي يفاهر شوي، ما عادش يلوحو الفضلين باش نتمنى نحب يلوحوها في القمامة باش تبقى قفصة نظيفة. شكون الناس اللي تحبهم ريما؟ تحب ناس؟ برنامج اسمه أنا نحب، احكي لي على العبيد اللي تحبهم. شكون؟ ماما وبابا وأختي وجديتي وجدي وخالتي، عندي زوز خالات هم نسرين وأنس. وزاد نحب ولد خالتي نسرين هارو. وعلي تحبهم الناس هذوما الكل؟ شو اللي فيهم باهي يخليك تحبهم؟ خاطر طيبين عليا ويحبوني كيف ما انا نحبهم. وزاد كل ما تمشي أنس خالتي معناتها البلاصة ديما تجيب لي حاجات، تجيب لك هدايا معاها. شنو الهدايا اللي تجيبهم لك؟ كيف حلويات وألعاب وبرشا حاجات، وديما كي تجي ماشية البلاصة
توصيني تقولي شنو تحبي نجيب لك معي، نقول لها مثل تجيب لي لعبة ولا حلوة ولا نوع حلوة غريب، أي حاجة نقولها لها ديما تجيبها لي. صحة وبشفي. خليني نسألك، هما تحبهم على خاطر هما طيبين، وانت شنو الخصال نتاعك؟ معناتها كان واحد يسالك يقول لك اوصف لي شخصيتك، كيفاش توصف لنا شخصيتك انت؟ شنو الخصال اللي فيك؟ نقول له ان انا شخصيتي طيبه ونحب العباد ونساعدهم وانا نعمل برشا خير، واي حد يجي معناتها يقول لي كلمة سمح نولي نحب برش. وعاقلة انت طبعا وهادية، ما تتشيطنش بالكل، ما تعملش عمايل انت واختك في الدار؟ لا بالكل. عمركم ما كسرتوا حاجة ولا قطعتوا حاجة؟ شيء محليكم هاديات وعاقلات. ريما، احنا توا في اخر البرنامج نتاعك، انا نحب شنو تحب زي تقول لنا قبل ما نختم؟ نحب نقول ان اصدقائي يتبعوني على الباج متاعي ويعملوا لي كومنتير وبارطاجوا لايك. شكرا لك ريما. شكرا. الى اللقاء. الى اللقاء. سلامه.